زمان لما كان يجي لقطة مش كويسة في فيلم كنا نغمي عيوننا من كتر الكسوف. لما كان حد يموت من قرايبنا أو جيراننا نطفي التلفزيون بالشهور ونعتبرها عيبة لما نفتحه. لو شفنا المدرس بتاعنا ماشي في شارع كنا نلف من الشارع التاني بسرعة من كتر احترامنا ليه. المصروف وقتها كان ربع جنيه أو نص جنيه وكان بيجيب كل حاجة نفسنا فيها. ما كانش فيه وقتها نت أو موبايلات، والسؤال وقتها كان بالزيارات في البيوت اللي ما بتتقطعش. زينة رمضان وصلاة التراويح والكنافة والقطايف وبوجي وطمطم ولحظة مدفع الإفطار ولبس العيد اللي كنا نفرجه لأي حد يجيلنا البيت ونفرده على السرير وما يجيلناش نوم علشان العيد بكرة. كنا نتضايق لما حد يجيب حلقة الشعراوي اللي معرفناش قيمتها غير لما كبرنا. كنا طيبين، أبسط حاجة كانت بتسعدنا، سواء درس يتلغي أو مدرس يغيب، مصروف يزيد أو مصيف مع العيلة، أو لما حد يبعتنا نجيب له حاجة ويقول لنا ابقوا خدوا الباقي. كنا أطهر وأنضف وأغلب ذنوبنا كانت صغيرة، مشاكلنا كانت قليلة وأفراحنا كانت كتير. دلوقتي خلاص كبرنا وبنفتكر الأيام دي ونبتسم وبنقول في سرنا قول للزمان ارجع يا زمان.